حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت وزارة المالية الحالية إنها بدأت بإعداد الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2023، وقال المستشار المالي في الوزارة إن الوزارة بدأت فعليا بإعداد موازنة العام المقبل دون تحديد موعد لإرسال مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء. وتتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة ثم تقدمه إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ودخوله حيز التنفيذ. ويعاني العراق في السنوات الأخيرة من تأخر مشاريع الموازنة أو عدم إقرارها أصلا بسبب الصراع على المناصب بين شركاء العملية السياسية. شهدت أسعار صرف الدينار أمام الدولار انخفاضا طفيفا في البورصة المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، وبلغ سعر بيع الدولار 1463 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 1461 دينارا. يأتي انخفاض الأسعار إثر إعلان وزارة المالية الشروع بإعداد قانون الموازنة لعام 2023 من دون تغيير سعر صرف الدولار. ارتفعت أسعار النفط مع توقعات أوبك بزيادة الطلب على المدى المتوسط والطويل، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا لتصل إلى 93 دولارا و55 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا ليصل إلى 87 دولارا و11 سنتا للبرميل. ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل قائلة إن أكثر من 12 تريليون دولار من الاستثمارات ضرورية لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في العام الحالي. وأشار الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، أشار إلى أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان، حيث يتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكميا خلال الفترة من 2022 وحتى 2026. يأتي ذلك في وقت تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة فيما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة الواردات. قالت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن العقوبات لا تزال تؤثر على صادرات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا. وأعلنت رئاسة المؤتمر عن ارتفاع تكلفة العقود الآجلة للقمح بنسبة 6% مع تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب، مشيرة إلى أن نظام العقوبات ما يزال يؤثر على تصدير الأسمدة والأغذية الروسية، وأن تكلفة هذه الخدمات مرتفعة للغاية. ولا نترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهايته الموجز الاقتصادي بأمان الله.